مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد بأغنية جديدة، كل حاجة مترقعة. مظبوط. تمام. ازاي انت النهاردة ممكن مثلا تقول على لون من الأغاني ما هو ده لون مش حلو، او ده لون هيبقى موضة قديمة، او ده لون موضة وهتروح، او على فكرة انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب؟ لا ما قلتش كده على الراب، بالعكس. المهرجانات والراب بجد؟ اه. لا انا ما قلتش ان دي حاجة هتني. لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينة من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن، كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. فانا ما عنديش، وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا. وردوا. انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات، بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكرة أنا ابني بيحبه جدا وحافظ كل أغانيه ده بجد، بس أنا فعلا عمري ما سمعته. مش تقليلا ليه، بالعكس يعني. ولو أنا تقليلا ليه هقول إن هو نمرة واحد على كل المنصات. ما كنتش قاصد صراع واتجرت له بشكل غير مقصود. خالص خالص، بالعكس أنا بتكلم منتهى حسن النية. طب ليه لما ردوا بالشكل ده ما ردتهمش؟ أنا براضيهم هو دلوقتي. ماشي. يعني أنا براضيهم دلوقتي، يعني أنا مثلا براضيهم جدا، بالعكس يعني هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات. أنت رقم واحد على كل المنصات، أنت ناجح جدا 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 جدا. عصام صاصة. وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم. هو صعب عليه جدا. أنا والله مش قصدي حاجة فعلا. بالعكس أنا بقوله أنا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو وكل أصحابه بجد. وأنت فعلا رقم واحد، دي حاجة ما ننكرهاش. مفيش أي تقليل احترام. وبالنسبة للناس التانية حمو وشاكوش مثلا، يعني بالعكس أنا يعني أنا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعارف إن هو جامد جدا. وبالعكس أنا بقوله ده، أنا يعني قابلته قلت له عايزك بقى يلا تركز واعمل حاجات مختلفة وكسر الدنيا. فأنا قصدي إن هو بالعكس لما يقول إن إحنا هنكسر الدنيا وهنوريك، يا ريت. بالعكس أنا مش بهاجم حد ولا يعني القصة لما الأمور بتتشخصن بتبقى مش حلوة.